أهلا وسهلا فيكم باليوم الثاني من فعاليات مؤتمر فكر 9. بعد ما تحدثنا عن المتغيرات الجيوستراتيجية وكيفية تأثر العالم العربي بها وكيفية رسم مستقبل العالم العربي من قبل الشباب وما هي الفرص الجديدة المتاحة واقتصاد المعرفة، سنستكمل اليوم أيضا في نفس المجال وسنستهل اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر بعرض من مجموعة من المجتمع العربي التي تفرد لها مؤسسة الفكر العربي وكذلك مؤتمرات فكر حيزا كبيرا من الاهتمام، وهي فئة الشباب. فسنبدأ اليوم بعروض من شباب فكر. العرض الأول نستهله مع الآنسة ضحى من تونس. والآنسة ضحى الحمادي هي إحدى المشاركات الأساسيات والبارزات في أنشطة شباب فكر، ستعطينا نبذة عن ورش العمل السابقة، وهي المناسبة بالإضافة لكونها كاتبة فهي صحفية وشاعرة ومن عمر يافع جدا. فإليكم إذن الآنسة ضحى، تفضل. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. حقا انه للقاء جيد وجميل جدا وفرصة رائعة لالتقاء كل الجنسيات العربية وكل الثقافات وكل الفئات العمرية. نحن اليوم بصدد تبادل الخبرات. اليوم مؤسسة الفكر العربي تسمح لنا بفضاء للحوار، فضاء لتبادل الأفكار، فضاء للتعريف بأنفسنا، فضاء لجمع ما فاتنا، فضاء لاستقطاب أو لرسم مستقبل عربي، مستقبل للشباب العربي. مؤسسة الفكر العربي فعلا يعني أنا كشابة تونسية أرى بأنها مساحة لقضاء أو للتعبير عن نفسي وعن مجتمعي وللتعرف أيضا على المجتمعات الأخرى وعلى طموحات وأراء الشباب الآخر من الوطن العربي. في يوم 7 ديسمبر 2010، يوم الشباب الذي احتضنته مؤسسة الفكر العربي، كانت فرصة جميلة جدا لتبادل الأفكار عن طريق لعبة الليجو. هي لعبة للصغار ولكن اكتشفنا بأنها أكبر من ذلك بكثير، ومعناها يحتوي على أشياء كثيرة كنا نجهلها، ولكن اكتشفنا بأن لدينا براعات، لدينا أفكار تجسدت حتى قبل أن نفكر فيها. هذه المجسدات الصغيرة ذات المعاني الكبيرة طرحت أفكارنا وآمالنا وطموحاتنا. تساءلنا في هذا اليوم عن أسئلة وجودية قلما أن أتيحت لنا الفرصة أن نعبر عنها. هذه الأسئلة: من نحن؟ من نكون؟ ماذا نريد؟ وإلى أين نود أن نصل؟ فعلا إنها لفرصة جميلة. تعرفت على العديد من الشباب ذوي الخبرات العالية رغم صغر سنهم ورغم قلة تجربتهم، إلا أنهم أفادونا بالكثير والكثير. نأمل من خلالكم أنتم الحضور أن تساندونا ولو بكلمة شكر، ولو بكلمة أن المستقبل أمامكم وأن يمكن لنا أن نقدم الأفضل. تساندوننا بالاستماع لنا، بالإنصات لخواليجنا، لمقترحاتنا، لأمالنا، لطموحاتنا. نحن معا يمكننا أن نرسم المستقبل، مستقبل الشباب العربي، مستقبل الأمة العربية. في يومنا هذا تطرقنا إلى اهتمامات أو ما جمع بين الشباب. هنالك اهتمامات مختلفة كالإعلام، كالمعرفة، كالعمل التطوعي، كالمرأة والطفل، الفن، الاقتصاد، السياسة والحريات، القيادة والإرادة والإدارة وتنمية الذات. هذه اهتمامات مشتركة بين شباب العالم العربي. تم اقتسام هذه الاهتمامات على 9 طاولات. كل طاولة اجتمع فيها شباب تقاسم أمنياته، تقاسم طموحاته، تقاسم مشاكله، وتقاسم أيضا طرح أسئلة يمكن لم يطرحها قبل، تجسدت في مجسدات صغيرة بلعبة اليوغو. يمكن لأصدقائي بعض هذه بعض المجسدات، يمكنكم النظر لها. عفوا، الصورة الأولى.
نعم، هذه الأجساد المكونة بطريقة ربما تكون عفوائية. هنالك بعض الأشخاص الذين يودون مرور جسر عبر تطور آخر. يمكن لكم، لكل واحد منكم يمكن أن تكون له قراءة خاصة لهذه الصور، ولكن أيضا يمكن أن نعتبرها لوحة فنية لك رؤيتك الخاصة في تحليلها وفي النظر إليها. يمكن أن تكون إيجابية ويمكن أن تكون سلبية، ولكن يجب علينا النظر في هذا المجال وطرح التساؤلات. هنالك مجسم آخر طرح الإطار العام لورشة العمل، وهو كيف يمكن للفرد والفريق والمجتمع أن يشترك في بناء هدف واحد على أساس بناء الثقة والهدف المشترك والعمل معا لتحقيق هدف مستديم أو يستمر في الإنجاز. هنالك أيضا صورة أخرى، خطوات ترسم المستقبل، معرفة الذات والاهتمامات، معرفة اهتمامات وتحديات المجتمع، بناء رؤية ورسم المستقبل، وبناء مبادرة فردية والانطلاق للإنجاز. هذا ما آمل به شباب المستقبل أو شباب الحاضر، وربما يكون شباب المستقبل، وربما ما نأمله منكم. هنالك مجموعة من الرؤى يقدمها لنا صديقي زياد مبسوطي، شكرا لكم. شباب ذو إمكانيات في مجالاتهم وفي جوابتهم خبرة، لديهم إيمان راسخ بقدرتهم على التغيير. كل طاولة على حدة حسب اهتمامات أعضائها أنتجت رؤية مشتركة عن عصف ذهني شبابي، رؤية ممتدة لكل مكونات المجتمع من قادة ورجال أعمال، يتحمل كل مكون مسؤوليته. الرؤية المشتركة كانت مبنية على ثلاث مقومات أساسية. أولا الدافع. الدافع هو نحن الشباب مستعدون ومصرون على أن نرسم مستقبل منطقتنا. ثانيا التحديات والهواجز المشتركة. وثالثا القيم التي تجمع فيما بيننا. مثالا على ذلك الطاولة رقم 9، تشكيلتها كانت مماثلة للطاولات الأخرى، فيها شباب من لبنان، سوريا، السودان، اليمن، السعودية، تونس والمغرب. كانت أشبه بمنتدى شباب فكر الاقتصادي، تناولت مجال الاقتصاد. كل منا على حدة وضعت التحديات التي تواجهه حسب مجتمعه، من الفقر، البطالة، الطبقية، جماحة الرأسمالية وغيرها. ولكن النقاش لم ينتهي هنا، هناك حل، فانغمسنا بتجسيد هذا الحل واستطعنا أن نكون رؤية مشتركة من خلال ميزان. ففيصل من السعودية اقترح ميزان ما بين الربح والمسؤولية الاجتماعية. إبراهيم من اليمن اعتبر أن المشاريع الصغيرة أساسية ومهمة في تحفيز الحركة الاقتصادية. أنا شخصيا اعتبرت أن تقوية وتحفيز وتعزيز قدرات الشباب التعليمية والقيادية هي خطوة لا مفر منها على خطى الحل. إذن هي رؤية مشتركة من طموحاتنا ومن قيمنا في مجال اقتصادي وفي مجال وفي تحدي، ليس حكرا على المنطقة العربية، هو تحدي للعالم بأجمله. استطعنا أن نبني هذه الرؤية على قاعدة وهي المنطقة العربية، فيها تكافل القطاعات الاقتصادية الأربع، زراعة، قطاع تجارة وخدمات، فيها الميزان ما بين الربح والمسؤولية الاجتماعية، فيها تكافل الفرص ما بين الشباب، وفيها المشاريع الصغيرة. هذه الرؤية تجسد طموحاتنا وتجسد أمالنا وتعكس خبراتنا، وهي ناتجة عن تجارب سابقة تعكس لكم ولنا إيماننا بوطننا وإيماننا بالمستقبل، وأن اليوم والغد والمستقبل بصناعة أيدينا نحن الشباب. والآن من الرؤية المشتركة ننتقل إلى المبادرة مع بسمة سلطان. مجموعتي أيضا كانت تتكلم عن المحور الأساسي هو الإدارة والقيادة الإبداعية.
لكن خلوني أشارككم شغلة بسيطة موجودة من قلبي. صراحة لما يعني قالوا لي إن راح أوقف أتكلم على مسرح فكر ما عرفت شلون أبدي ومن وين، لكن يعني الصراحة قلت بتكلم من قلبي، لأن المبادرة الرؤية اللي كنا راح نتطلع لها بالأساس هي رؤية المفروض ما تكون محكورة على ورق. المبادرة الأساسية هي رؤيتنا المشتركة أن تكون هناك إدارة استشارية عادلة تنقل خبراتها وتنمية قدرات الشباب في المجالات الأدبية العلمية وأيضا القيادية. من المجال القيادي بدأت مبادرتي وبدأت رؤيتي اللي هو إنشاء وتنمية مركز لتطوير القيادات الشابة في المجالات القيادية. من فترة بدأت إلهام من ورشة عمل صغيرة، وكانت عندي خطة حق هذه المبادرة. مع الرغم من وجود الحماس والرغبة، إلا أني كنت دائما أحس أن في شيء ينقصني. الورشة اللي صارت يوم الثلاثاء قعد بجانبي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، شرحت له عن مبادرتي ورؤيتي وقلت له بنيت النموذج اللي قاعد تشوفونه الحين قدامكم. كان يتكلم عن مركز لتنمية القدرات الشابة، يبين الشباب التنمية اللي يقدرون يسوونها بالإضافة إلى الجوهرة المكنونة. استشعر صاحب السمو فيها وتبنى النموذج كأساس لمركز إعداد القيادات الشابة في جدة. هذا الشيء يعني ما أدري شلون راح أقوله، بس أحس إنه راح يوصل لكم بطريقة هذه. الحماس، الرغبة الداخلية، القوة المحركة، الجو اللي كان كنا إحنا فيه خلاني أبدي مرة ثانية إن أنا أدعم المشروع هذا بشكل قوي. اجتمعنا ثقافاتنا المختلفة من كافة أقطار الأمة العربية، عندنا أهداف، عندنا رؤى، بالإضافة لتجاربنا وخبراتنا البسيطة خرجنا بمبادرات أو أن تكون نواة لمبادرة. منا من أشرق بالفعل وانطلق بمبادرة عن طريق قطع الليجو، وبالفعل هذه المبادرة راح تتكلم فيها أختي إسراء من الأردن. صباح الخير. مستعدون؟ مستعدون. مش سامعين؟ مستعدون؟ مستعدون. هيك بلشنا جلستنا وتدريبنا، وبعد هيك بلشنا تدريبنا بإشي مميز ومبدع أكثر. بلشنا نلعب بالليجو، حسينا سعادة وفرحة، وأنا شفتها بعيوني. تخيلت أطفال عجلون مدينة شمال الأردن قديش رح يفرحوا لو كانت هاي قطع الليجو موجودة بين إيديهم وبلعبوا فيها. ذكرت أسامة، سجا، فرح ومحمد، وذكرت البريق اللي بلمع بعيونهم. سألت وين رح يكون مصير هاي الألعاب؟ هل حياخدوها المشاركين؟ ما بتصور. هل حتبقى مكانها؟ هذا هو الشيء اللي مرجح. طيب ممكن أخذ هاي الألعاب لعجلون؟ ممكن أطفال عجلون يستمتعوا فيها؟ هاي اللحظات طرح الأستاذ سعيد سعيد تساؤلات. ما هو شعوركم؟ ما ردت فعلكم؟ ما الشيء الذي تريدون أن تعرفوه؟ هاي اللحظة كان في عندي مزيج من المشاعر، إيجابية وسلبية، خوف، أمل، قلق، توتر. بس اللي خلى الطاقة الإيجابية ترتفع عندي ذكرت بعض الكلمات وبعض الأشياء. ذكرت الكلمات اللي كانوا المنشطين يمرروها وزملاء الشباب. كان منها: تكثر خطواتنا فنعرف الطريق. ما هي أولوياتك التي تجعلك لا تنام؟ ما هو شغفك والمجال الذي تحبه من قلبك وبصدق؟ بالإضافة إلى صورة أطفال عجلون وهم يلعبون بإطارات السيارات القديمة. لن أنسى أبداً بريق أطفال عجلون وبريق عيونهم وتعطشهم للتعلم ومعرفة كل ما هو جديد. خفت القلق والخوف ووقفت
أجب على التساؤلات، أشعر بطاقة من البركان الإيجابي. ستكون ردة فعلي إطلاق مبادرة الآن. أريد أن أعرف هل بإمكاني أخذ هذه الألعاب إلى أطفال عجلون؟ بعد ساعات حصلت على الموافقة. الذي يملأ قلبي سعادة أن هذه المكعبات الصغيرة حملت الرؤى المشتركة والانطباعات المبادرات والأفكار الخلاقة لتسعين من الشباب المبدع العربي إلى أطفال مدينة صغيرة ربما كان معظمهم لا يعرفونها، محافظة عجلون. أتعرفون؟ نحن بحاجة فقط لأن نحاول. أصدقائي، مكعباتكم ستبني خيال وإبداع وفكر أطفال عجلون الذين سأخبرهم عنكم الكثير وسأروي لهم قصصكم ومغامراتكم وإبداعكم بالطبع. وأنتم أصدقائي، كل واحد منكم وضع مخطط مبادرة، إذن 90 مبادرة حول الوطن العربي. أطلقوا هذه الحمائم ولتكن حمائم سلام وتعاون وتنمية مجتمع بأيدي شبابية وبدعم مفكرين عرب. نرجو دعمكم، نرجو دعمكم بالإصغاء إلى الشباب، وبعد ذلك قدموا أو لا تقدموا. سأعتبر تصفيقكم هو الإعلان الرسمي لإطلاق مبادرة الليغو التي سأسميها تيمنا بلقائنا نحن من يرسم المستقبل. أرجو افتتاح هذه المبادرة. فكر، خطط، انطلق، لكن انطلق الآن. مستعدون؟ مستعدون. وأنا كمان. شكراً.